نظمت وزارة الداخلية بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، نظمت الدورة التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين ما قبل النشر للكوادر الأمنية من دول الكومنولث، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام نموذج مصري ذو مواصفات دولية للإسهام الفعال في صقل مهارات الكوادر الأمنية المحلية والدولية وتأهيلهم للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية. من هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بالمركز والموجود بأكاديمية الشرطة الدورة التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين ما قبل الانتشار للكوادر الأمنية من دول الكومنولث. الدورة التدريبية التي استمرت على مدار 6 أسابيع هي الأولى للكوادر الأمنية من دول الكومنولث بالمركز، وتشهد مشاركة 22 كادراً أمنياً من هذه الدول، وأقيمت بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وتستهدف الدورة تزويد الكوادر الأمنية المشاركة فيها بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الأممية وبناء قدراتهم وفقاً للمعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة، إضافة إلى توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار. They are working professionals, which is obvious, and we are as well professionals, and this TOT that we are receiving is really highly planned. Everyone here is high level professional. Every trainer is have high level professional skills. Jako sam sretan što sam ovdje. Stvarno sve je savršeno, nikad prije nisam vidio ovaj tip akademije i osjećam se kao kući. وتضمنت الدورة تدريبات عملية مكثفة خاصة في مجالات الملاحة البرية وقيادة سيارات الدفع الرباعي بالمناطق الوعرة وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والتي تحاكي الواقع العملي في مهام حفظ السلام الميدانية. وقد تضمنت فعاليات الدورة التدريبية محاضرات نظرية وحلقات نقاشية وتبادل الخبرات حول عدد من الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشرطي في مهام حفظ السلام. The lectures are helpful. They are diverse. So we are learning a lot about from all the officers and the workers here were very helpful for us. I like the way they behave with us, the environment over here, the lectures. I'm very grateful to be here. وأشاد المشاركون بالتنظيم والبرنامج التدريبي المتميز الذي قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بوزارة الداخلية، مؤكدين أنهم سيعودون لبلادهم مؤهلين بشكل جيد للمشاركة في مهام حفظ السلام ونقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة في دولهم. Peacekeeping center, it's really nice. It's something very interesting. And the teachers that we have here, the police officers that learn us, they are good not in theoretical part, but they are good also in practical part because they have also before they applied to another missions. I want to thank you for inviting us here, for sharing your experience. It's, I think it's very important to share your experience came from your practical participation in these missions. The same center is based on modern technology and modern methodology for the learn, for the work. دورات تدريبية تؤكد على الحرص المصري على دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمات المصرية الفاعلة في مهام حفظ السلام الدولية وتوفير الدعم التدريبي للقوات الشرطية المشاركة
في هذه المهام.